رجعنا لكم ما بين التفاؤل والتفاؤل. استاذ مصعب اتفضل. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا على حاجه ممكن تكون بسيطه جدا. اتفضل. الافلام الاجنبيه اللي الناس عايزه تيجي تصور وقلنا نعمل تسهيلات. احنا كنقابات ومؤسسات وفي غرفه كله قلنا اوكي. لما جينا في الجلسه اللي كانت في ابريل 2014 تم الاتفاق على ان الشباك الواحد يبقى من وزاره الثقافه. نظام الشباك الواحد يعني اللي يروح اللي عايز تصاريح لفيلم اجنبي ما يقعدش يلف وبيروح لشباك واحد. اتفضل. في وزاره الثقافه اللي هي المعنيه. تمام. خرجنا متفقين خلاص وجي فيلم ممكن وقدمنا له كل التسهيلات. فجاه وزاره الاستثمار بتبعت جوابات لكل الجهات ادونا مقترحكم وادونا العضو المكلف يجي يشارك معانا في الشباك الواحد. ما ده اللي انا قلته يا استاذ مصعب. دول الجوار المغرب والاردن والمملكه الاردنيه كل الدول بتقدم تسهيلات مذهله مذهله. ده بنينا الهرم في المغرب. ده بقى انا عايز اترك لزملائي الفرصه. ده طرح برضك موجود في الورقه اللي امام حضرتك. هل ده معقول؟ يا دكتور احنا في مدينه في المغرب مش المغرب الورزازات انا رحت زرتها. بتدخل من 500 ل 700 مليون دولار في السنه دخل قومي من مدينه في المغرب. مش مغرب. اللي فيها الاستوديوهات اللي صار فيها الامبراطور الاخير يا نهار اسود. احنا مشكلتنا ان احنا الجهات الحكوميه المصريه ما بتديكش ميعاد. يعني مش بتقول لك انا ارفض الفيلم او اوافق عليه. لا هي ما بتديكش ميعاد للرد. يعني تقول لك ايه سيب لي الفيلم وهرد لما ارد. يعني ايه تردي لما ارد؟ واذا يعني عايزين نقول نسمي الاشياء باسمائها اكتر يعني عائق بالنسبه لنا هي القوات المسلحه. انا عارف انه طبعا يعني عشان تصريح يعني وكده تصريح القوات المسلحه بس انا باكد لك وانا على علاقه جيده جدا ان كل شيء تغير في هذه الفتره والشؤون المعنويه في القوات المسلحه بتقدم الان تسهيلات اكثر مما تتخيل واسرع مما تتخيل. انا باكد لك هذا الكلام بامانه شديده. انا حصل لي موقف انا شخصيا وكانوا متعاونين الى يعني حتى ما استغربت وسالتهم. لا انا بقول لك إيه؟ هذا ده ترند جديد جوه القوات المسلحه. عايز تعمل 10 افلام تعالى احنا هنديك الدبابات وهنديك مش عندهم. يعني واخدين توجه وتوجيه من وزير الدفاع ورئيس الجمهوريه الاولويه للسينما. عايزين اي حاجه مفيش زي زمان. انا باكد لك هذا الكلام. هل ينفع النهارده يبقى في صراع بين وزارتين على الشباك الواحد؟ الطبيعي والموجود في كل انحاء العالم ان الشباك الواحد الخاص بصناعه السينما موجود عند اهلها. يعني اهل الصناعه اللي هم الثقافه اهل مكه ادرى بشعبها. فيبقى موجود في المركز القومي للسينما اللي يتبع لوزاره الثقافه مش موجود في وزاره الاستثمار. انا مش فاهم ايه منطقهم ان هو قال لك لا طالما مسمى الشباك الواحد يبقى لازم عندنا. يعني ايه؟ احنا مستحوذين على كلمه الشباك الواحد. يعني ما نسميش الشباك الثاني. اي حاجه نسميه الرجل الشباك الوحيد. الوحيد. الشباك الوحيد. الشباك الوحيد. نسميه اي حاجه بس ما تبقاش المسمى عندكم انتوا بس. وهكذا. طبعا عندنا مشاكل. انا ما زلت متفائل بالرغم من كل المشاكل. ماشي ماشي. لا يعني نتمنى ان الحاجات اللي من هذا النوع العبثي ده عبث. يعني اللي انت بتقوله ده عبث. يعني حاجه عبثيه كده. احنا اصحاب الشباك الواحد وانت اصحاب استاذ. انا شفتك لبست النضاره يبقى في حاجه بيقرا حاجه. لا هو اصل هو ده جزء. يعني هو بيتكلم على جزء واحد. احنا بنتكلم على انه المركز القومي للسينما نجرب نقربه من المركز القومي للسينما في فرنسا. يبقى هو عامل ازاي يا استاذ جابي؟ زي وزاره للسينما. كويس. كل شؤون السينما تتبع لهذا المركز. عظيم. اللي هو بينظم هذه الصناعه، اللي هو بيسلف، اللي هو بيعمل يعني فيه. تمام. بيعمل العلاقه بين المنتجين والكذا. بالظبط. ونغير المركز لقطاع للسينما وحاجات زي كده. فحكايه الشباك هي مش جايه من فراغ. هي جايه من دراسه عامه احنا عاملينها. تمام. عشان نقوي المركز القومي للسينما. ومن ضمن المقترحات اللي احنا عايزينها يعني انت حضرتك السنه دي الدوله بتدي 20 مليون جنيه في السنه. كويس. لدعم الافلام المختلفه او الشباب او الافلام المستقله او كذا حاجات زي كده. حضرتك في المركز القومي للسينما في المغرب لنفس الاغراض بيدوا 60 مليون.
اللي هم اصلا مش دولة صناعة سينما، احنا دولة صناعة السينما. ايوه بس هم السنة دي عملوا كام فيلم؟ 29 فيلم. احبطك يعني اكتر مننا. قربوا مننا. قدنا. قربوا مننا. يعني احنا عملنا 30 فيلم وهو عملوا 29 فيلم. هل يعقل؟ احنا كنا بنعمل 100 فيلم في السنة. بالظبط. فال 20 ال 20 دي احنا طالبينها تبقى 50. تمام. عشان المركز برضو يقوى، لانه المركز القومي للسينما هو الجهة اللي انت بتكتشف فيها المواهب. تمام. من افلام رواية طويلة. او افلام قصيره او افلام تسجيليه. تمام. فبالتالي انت هناك بتكتشف المخرجين الجداد، الممثلين، الفنيين، الكتاب، تعمل ورش سيناريو. يعني هو ده المطبخ بتاعك لصناعه السينما. لصناعه السينما. تمام. ما ينفعش اذا احنا بنتكلم على امن قومي و و و واهميه ورئاسه و و و انه في الاخر يبقى هم 20 مليون، يعني اقل من 3 مليون دولار. اللي هو ما يعملوش فيلم. يعني ما يعملوش فيلم. انت مش هتمول فيلم، انت هتساعد. بالظبط كده. ولو حضرتك شفت السنه اللي فاتت الافلام اللي هي كانت ناجحه الى حد ما جوه وبره، هي الافلام اللي اتعملت بمساعده وزاره. فبالتالي ده جزء من خطه عامه احنا عاملينها. فلما يجي وزير لا انا عايز دي عندي، لا ما هي احنا عندنا خطه عامه انه المركز ده يبقى اهم واكبر ويهتم اكتر بالصناعه وعنده القوه دي. انا بقول بس ايه. طب انا سؤال يا استاذ مسعد، يعني بيحضرني دلوقتي، لما وزاره الاستثمار بتعمل كده ليه وزير الثقافه ما بيروحش مكلم وزير الاستثمار؟ يعني ليه الموضوع بيبقى دايما على مستوى الموظفين، وهذه الورقه بتاعتي واديني الورقه بتاعتك؟ حضرتك ده رئيس الوزراء قال رئيس الوزراء وكان فيها الوزراء مش وزير الثقافه. وكان فيها رئيس الوزراء اللي قال بالظبط، وكان فيها 8 وزراء وزير الاستثمار وكان وزير الثقافه رافض. طبعا. ولا وتم الاتفاق بحضور وزير الاتفاق بحضور وفي شهود. يعني احنا كنا كتير في حاجه بس اللي حصل تغيير واحد بس. أيه. ان وزير الاستثمار في الجلسه دي الاسبوع اللي بعديه حصل تغيير فوزير الاستثمار دي وزير دي. طب ما يدلوا، ما هو دي مشكله برضو مصر انها ليست دوله مؤسسات انما دوله افراد. يعني الراجل اتغير انا ماليش دعوه باللي كان بيعمله اللي قبلي. طب يعني قول ده مثل يعني على طب كنت عايز تقول لنا حاجه على الموضوع بتاع المعوقات والحاجات اللي زي دي ولا لا؟ انا يعني شريف على شاب متفائل ومتتبع الخطوات دي. هو يقول وانا اقول المعوقات. انا عرفت انت ليه مش متفائل. لان حصل اجتماعات كثيره ولم يحدث شيء ايجابي. تمام. انا شاعر ان احنا بنطلع لقدام. تمام. لما يكون احنا بنجتمع الاول كنا بنجتمع مع بعضينا. اول قرار قيل انه سوف ينفذ امتى؟ عشان احنا امبارح فقط فاهم لاول يعني مره. قال لك يعني مش في مش ما هو مش على طريقه احنا حاطين سيب لي الفيلم وانا ابقى اجي لك. لا قال لك امتى هننفذ. احنا عندنا حاجه اسمها معالي المستشاره فايزه ابو النجا طلبت خطه حاليه. يعني قالت مش قصيره الاجل، حالي. يعني ايه الطلبات اللي لازم النهارده نعملها؟ كويس. عملنا لها الكشف ده بتاع الطلبات اللي في امكانيات الدوله انها تعملها في يوم. تمام. قالت لك امتى هننفذ؟ احنا لسه قدمناها لهم امبارح. ايوه ماشي. قالوا لنا انه في خلال. لا هو لازم. أيوة. الراجل لازم يقرا. يقرا يستوعب يعني الكلام ده. بس مفيش جدول زمني يعمل يقرا بعد شهرين يعني. لا لسه. لا بس انا شايف، انا متصور يعني ان ده هيحصل قبل المؤتمر الاقتصادي. طيب كويس. على الاقل نص القرارات دي هتحصل قبل المؤتمر الاقتصادي. طيب احنا معانا السيناريست السيد فؤاد ومهرجان الاقصر للسينما الافريقيه وعايز يعمل مداخله. استاذ سيد اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. خير لكل زملائي اعضاء لجنه السينما بالمجلس الاعلى للثقافه. اهلا وسهلا بسعادتك، اتفضل. انا بس كنت عايز يعني بعيدا عن افكار التفاؤل والتشاؤم المطروحه في الحلقه، عايز اقول انه كل مره لما ما بيحصلش حاجه من جهه الاداره او الحكومه، طب وايه اللي بيحصل من جهه السينمائيين؟ ما هو ما بيحصلش برضه حاجه. خلينا نتفق ان احنا برضو ماشيين بدون خطه حقيقيه. عندنا شويه حاجات وماسكين في ايدين الحكومه وعمالين نقول لهم النبي نفذوا لنا الحاجات ديت، يا جماعه نفذوا لنا الحاجات ديت، لكن ما بنعملش رد فعل لما الحاجات ما بتتنفذش. ده جزء. ده انت متخيل يبقى رد الفعل ايه يا استاذ سيد؟ لا هاجله للحلقه الجايه. لا بس ما انت دلوقتي فتحت موضوع. قول لي انت شايف ان احنا لما الحكومه ما تعملش الاقتراحات المقدمه ليها واحنا المفروض نعمل ايه مثلا؟ نتخانق، نزعل، نعمل نتظاهر، نعمل ايه بالظبط؟ في مليون وسيله زي من الاعتراض
البسيط الى الاعتراض المتوسط الى الاعتراض العظيم. يعني ايه الاعتراض العظيم اللي هو يصل لحد ايه؟ بس ده في وزاره الثقافه ايام الاخوان، يعني ما انا مش بشبه ده بدوت. لا ماشي ماشي، يعني انت عندك استعداد تقول انه لو لم تنفذ هذه الطلبات في المده المتاحه او المده اللي بعد ما نزهق الناس تروح تعتصم في وزاره الثقافه؟ لا يعني خلينا ناجل فكره الاعتصام او الردود العنيفه دلوقتي، بس خلينا يبقى عندنا رد فعل. هو احنا ليه لما عمر انا بسالك ايه رد الفعل؟ هنكتب ونعمل برامج نقول الناس ما عملتش، والناس هي قاعده هي بتقول بتعترض وبتقول الناس ما عملتش. طب الناس ما عملتش تاني، تعتقد ان انا ما بدبسكش على الهوا، بس قول لي انا إيه مش قادر اعمل اعتصامات تانيه. انا بالنسبالي انت بتقول بنبتدي بسيط ثم متوسط ثم اعتراض عظيم. الاعتراض العظيم ده نكتب مقالات يعني ولا نعمل ايه بالظبط؟ لا لا لا، نعمل حاجه اكبر شويه، بس اتمنى طبعا ان احنا ما نوصلش لدوت، ان شاء الله مش هنوصل لدوت. بس عايز اقول نقطتين. النقطه الاولى، انا بقالي فتره مش منضم للمجموعه، فما اعرفش ايه اللي في الورق، بس تطوير المعهد العالي للسينما اللي ادواته وافكاره ومبانيه ودراسته توقفت يمكن سنة 76 او 75، فبالتالي ده حاجة شديدة الاهمية، وما عندوش اي امكانيات يطور نفسه، وما عندوش اي ميزانيات، وهو ده اللي بيطلع الفنان، هو ده اللي بيعمل اجيال تانية عشان تكمل الصناعة. فارجو انه يكون ده موجود مع الاساتذه الزملاء في اوراقهم، ده في الجزء الخاص بمعهد السينما اللي انا اتخرجت منه وشريف او المجموعه اللي موجوده، واللي هو ممكن يطلع فنان حقيقي وهو بيمر بظروف انا شايف انها شديده الصعوبه. الجزء الثاني بالنسبه لمهرجان الاقصر والسينما الافريقيه، لانك يا دكتور مدحت قلت لي يعني بلغنا بلغنا هل تم دفع؟ انا كنت واصلين 2 مليون 900 وكنتوا محتاجين مش عارف 3 مليون وكذا، صح؟ هم كانوا محتاجين 600,000. هو دلوقتي بس كان في الاساتذه الاستاذ موسى عفوله والدكتور محمد العدل وشريف والمجموعه لما التقوا بسياده المستشار الرئيس دكتوره فايزه ابو النجا وفريق عمل من الرئاسه، فقالوا ان هم هيساعدوا المهرجان عشان او هيحاولوا يدوا له دعم بشكل او باخر لاستكمال ميزانيته، وتم تقديم طلب بهذا النهارده الصبح. نتمنى ان ده يكون وده يبقى بشره خير، وان شاء الله يعني يتم. هو مبلغ زهيد يعني مش موضوع بسيط، حتى لو الخطوه دي اتعملت نقول ان شاء الله الخطوه الجايه هتتعمل ان شاء الله. استاذ سيد متشكرين على مداخله سعادتك، واحنا هنطلع فاصل بعد كده هتعلقوا لنا على السينمائيين يعملوا ايه، يدبدبوا في الارض ولا يعملوا ايه بالظبط لو الحاجات دي ما اتنفذتش. فاصل وانت حر.